حفل ختامي لدورة تدريبية استمرت على مدى شهرين متتاليين، نظمتها جمعية السلم الصاعد في أبين وبإشراف مباشر من مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل. الدورة التدريبية استهدفت عددا كبيرا من الجنسين، والهدف منها تقديم المساعدة للشباب فيما يخدم ذواتهم ويؤمن مستقبلهم. هدفنا لهذا التدريب هو إيجاد وسيلة أو سبل عيش يتمكن المتدرب من تسيير معيشته وإيجاد فرصة للاستمرار في حياته وعمله. مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل أشاد بالدور الريادي الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني. أتمنى من كثير من الجمعيات التحظى بهذا المشروع، مشروع تدريب وتأهيل الإنسان حتى يستطيع أن يجد له فرصة عمل. رئيسة جمعية السلم الصاعد دعت الجميع إلى التكاتف وبذل الكثير من الجهد من أجل النهوض بالوطن. نناشد كل الجهات الداعمة والمانحة لهذه الدورات بأن تقف معنا من أجل تطوير الفرد وتحسين مستواه المعيشي وتطوير مهاراته وقدراته المكبوتة. خطوة إيجابية وجهود مثمرة تقدمها منظمات المجتمع المدني في الاهتمام بالشباب. تم توزيع عدد من الشهادات التقديرية لعدد من الصحفيين في المحافظة تقديرا وعرفانا من المجتمع لتلك الأقلام الحرة. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبين.